ازيكم يا شباب؟ رمضان كريم عليكم. يا ترى انتوا جاهزين النهارده لفزورتنا الجديده؟ طبعا حل الفزوره اللي فاتت كانت ليجند اوف زيلدا. هي كانت صعبه شويتين، لكن الموضوع النهارده هيتطور اكتر علشان في ناس جيمر تقال منكم بيحلوا كل حاجه. لعبتنا النهارده بصراحه كده قريبه جدا لقلبي، وهي فعلا مهتميه قوي بموضوع القلوب. يمكن ده السبب انها سرقه قلبي. فيها بيتجمع ذكريات الطفوله بالشخصيات اللي فيها المعروفه للجيمر او مش للجيمر، وبصراحه اصعب قصه لعب ممكن تفهمها لانها سوداويه جدا، بس تبان لك انها لعبه اطفال. يا ترى لعبتنا ايه النهارده؟ اما نشوف شطارتكم.